لا يظل شيء في مكانه إذا اهتزت الأرض. هي مشاهد متكررة لا تتغير باختلاف الزمان والمكان، دمار وركام وهلع. لكن هل كان زلزالاً أم هزة أرضية؟ وما الفرق بينهما؟ علماء جيولوجيا يقولون إن مصطلح الزلزال والهزة الأرضية له نفس المعنى، اهتزاز مفاجئ للأرض، بيد أن المصطلح يستخدم حسب القوة، فإذا كان الاهتزاز قوياً يستخدم مصطلح زلزال، في حين إذا كان خفيفاً يقال إنها هزة. الهزة تمثل سلسلة من الاهتزازات الارتجاجية للأرض، تنتج عن حركة الصفائح الصخرية وتتبعها ارتدادات تسمى أمواجاً زلزالية. أما الزلزال فيختلف حدوثه حسب نوعه، وأشهرها الزلازل التكتونية التي تمثل معظم الزلازل في العالم، وهي أجزاء صخرية بقشرة الأرض تسمى الصفائح التكتونية. عندما يحدث لها احتكاك وضغط فجأة تصدر طاقة على شكل موجات زلزالية. هناك أيضاً زلازل بركانية تعد من الزلازل غير القوية، وعادة ما تحدث قريباً من سطح الأرض. أما الزلازل المستحثة فهي تحدث بسبب الأنشطة البشرية، بما في ذلك حفر المناجم وإنشاء الأنفاق أو الانفجارات النووية في باطن الأرض. ويبقى السؤال أيضاً بشأن كيفية حدوث الهزات الارتدادية. هي سلسلة من الزلازل الصغيرة تحدث بعد وقوع الزلزال الكبير، ويمكن أن تستمر الهزات الارتدادية على مدار أسابيع أو شهور أو حتى سنوات وربما قرون، غير أنها تتناقص مع مرور الوقت.